يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلا طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها بمحافظة القاهرة العظمى فيها 18، الصغرى فيها 12، مائل للبرودة، الإسكندرية 18-11، مطروح 18-10، بورسعيد 18-12، الإسماعيلية 19-11، أما محافظة السويس العظمى فيها 19، الصغرى فيها 11، العريش 18-10، طابة 16-12، شرم الشيخ 21-15، الغردقة 21-13، محافظة الأقصر العظمى فيها 20، الصغرى فيها 9، أسوان 22-10، الوادي الجديد 20-7، شلاتين 24-15، حلايب 22-16. ولأن مشاهدينا نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية، نتابع.